لا تزال كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي، فقد أعلنت أنها حققت مجموعة من النجاحات التقنية نحو ما يبدو أنه الهدف الأعلى لبرنامجها النووي. ومنيت كوريا الشمالية في 15 من نيسان أبريل بذكرى ميلاد مؤسس النظام كيم إيل سونغ، منيت بفشل ذريع لدى قيامها بتجربة لإطلاق صاروخ موسودان الذي تقول إنه يمكن أن يطال القواعد الأمريكية. وقد أثارت محاولة بيونغ يانغ الصين التي تعتبر الحليفة لبيونغ يانغ وشركتها الاقتصادية الرئيسية. باعتبارنا جيرانا للجزيرة فإننا بطبيعة الحال لن نسمح باندلاع حرب أو أن تعم الفوضى في شبه الجزيرة، ولو حدث ذلك فلا أحد مستفيد من الأمر. وأجرت كوريا الشمالية رابعة تجربة نووية يوم السادس من كانون الثاني يناير، وأطلقت صاروخا بعيد المدى يوم السابع من شباط فبراير في خطوتين تمثل كل منهما انتهاكا لقرارة الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي رد بإقرار أشد عقوبات أنزلها ببيونغ يانغ، ومنها الحد من عمليات تصدير الفحم والحديد، وهو ما أثار غضبها. ومنذ ذلك الحين تضاعف كوريا الشمالية التهديدات ضد سيول وأمريكا. وتستعد كوريا الشمالية لعقد أول مؤتمر للحزب الواحد الحاكم اعتبارا من السادس من أيار مايو، وهو الأول منذ حوالي 40 عاما. ويخشى المراقبون أن تجري بيونغ يانغ في هذه المناسبة تجربة نووية جديدة. ضعفت فكرة الانضمام إلى الحزب بسبب أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب ماتوا من الجوع خلال فترة المجاعة التي ضربت في التسعينيات، ثم إن أعضاء الحزب يعتقدون أن الانتماء إلى الحزب لا يطعمهم من جوع، وأن من مصلحتهم كسب المال وليس الانضمام إلى الحزب. وسيغتنم الزعيم الكوري الشمالي انعقاد مؤتمر حزب العمال الكوري لتعزيز مكانته كقائد أعلى، ولينسب إلى نفسه أيضا الفضل بالنجاحات التي أحرزتها بلاده على صعيد البرامج النووية والباليستية. الصين المتخوفة من طموحات كوريا الشمالية سبق لها وأن أعلنت حظرا على واردات من كوريا الشمالية في خطوة تزيد الضغوط المفروضة على بيونغ يانغ. وتسهم الصين بنحو 90% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وتعد الموارد المعدنية جزءا رئيسيا لتجارتهما الثنائية.